السلام عليكم، نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. خلال لقائه الكاظمي، وزير الطاقة الإيراني يعد باستئناف ضخ الغاز بشكل عاجل ويعلن ترحيب بلاده بجهود التصدي للسلاح. هذه الموازنة هي معمار كبير لإصلاح الاقتصاد العراقي وأول مراحله هذه المرحلة. بعد وصولها إلى البرلمان، مجلس الوزراء يعتبر الموازنة بداية الإصلاح الاقتصادي، ومجلس النواب يمدد فصله التشريعي للتصويت عليها. كوادر الصحة تفتش عن إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا فيما بين الأطفال، وتؤكد عدم تسجيل أي حالة حتى الآن. معدلاتنا عالية، بغداد ومحافظات، من كل المحافظات احنا نجي. وتشاهدون في النشرة ايضا، خريجو العلوم موعودون باكثر من 70,000 درجة وظيفية، واعتصامهم يقترب من شهره الثامن. أهلا بكم. أكد رئيس الجمهورية برهم صالح والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينس بلاسخارت ضرورة تهيئة الظروف الأمنية المناسبة لإجراء الانتخابات بعيدا عن سطوة السلاح والضغوط، وتوفير المستلزمات الفنية والإدارية بما يضمن نزاهتها ويمنع التزوير والتلاعب بإرادة الناخبين. وناقش اللقاء تأكيد على تعزيز سلطة الدولة والأجهزة الأمنية في تحقيق الأمن والاستقرار وتأمين سلامة المباني الحكومية والبعثات الدبلوماسية وأفرادها من الاعتداءات. إلى ذلك، بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع وزير الطاقة الإيراني رضا أردوغان والوفد المرافق له العلاقات الثنائية وسبل توطيد التعاون المشترك. ونقل دعم الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى رئيس مجلس الوزراء وخطواته الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت وضبط الجماعات الخارجة عن القانون وبسط الأمن والاستقرار في عموم البلاد بقوة القانون. ونقل تعهدات الحكومة الإيرانية باستئناف ضخ الغاز الإيراني بشكل عاجل بعد أن قطع مؤخرا لأسباب فنية. عقد مجلس الوزراء جلسة اعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، جرى خلالها بحث مستجدات الأحداث ومناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال. ووافق المجلس على قيام وزارة النقل بالمضي في إجراءات إبرام عقد جديد مع شركة هولندية لبناء باخرتين بدلا من 8 بواخر، والتوصية إلى مجلس النواب بسحب مشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون الاقتصادي وشؤون الطاقة بين العراق وكوريا الجنوبية، وقيام وزارتي النفط والكهرباء بالتنسيق مع الجانب الكوري الجنوبي لإعادة دراسة مشروع الاتفاقية آنفا وتقديم صيغة ملائمة لها. أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم أن الحكومة واجهت تحديات صحية واقتصادية وأمنية في عام 2020. ناظم وخلال المؤتمر الأسبوعي للمجلس قال أن الحكومة لا تتوخى التصعيد وتتعامل بالصبر والحكمة في مواجهة التحديات. مر هذا العام بتحديات تعرفونها جميعا، تبدأ بالجائحة، جائحة كورونا، وما فرضته على العالم أجمع من إجراءات ومن تحديات حقيقية شملت العالم وليس العراق فقط. وكذلك التحدي الثاني، التحدي الاقتصادي الذي مر به بلدنا في هذه الفترة، كان عاما صعبا. كذلك هناك تحديات أمنية واجهتها الحكومة بصبر وحكمة. هذه الحكومة لا تتوخى التصعيد على الإطلاق، ولا تظن أن الأطراف الأخرى خارجية وداخلية تتمنى أي تصعيد في هذه الفترة العصيبة. الصبر والحكمة هما عنوانا هذه الحكومة في إجراءاتها لمواجهة
التحديات أمنية كانت أو غير أمنية. ناظم أكد أن الأرقام الموجودة في الموازنة لا تخضع فقط لما يتطلبه عام 2021، وخلال المؤتمر الأسبوعي أشار إلى أن الموازنة وهي معمار كبير لإصلاح الاقتصاد العراقي. تعلمون اليوم تم استلام الموازنة رسميا في مجلس النواب، تخضع هي لمناقشات كثيرة. الأقيام الموجودة في الموازنة لا تخضع فقط لما يتطلبه عام 2021 من اقتصاد للعراق، بل هي تخضع لخطة استراتيجية طويلة الأمد وكبيرة بنيت على أساس الورقة البيضاء. الورقة البيضاء مشروع إصلاحي كامل وشامل يتم تنفيذه على مراحل، هو ليس مشروعا يتعلق بالعام 2021، بل العام 2021 وموازنته هي بدء تطبيق الخطة الإصلاحية الاقتصادية في الورقة البيضاء، وستعقبه الأعوام الأخرى. هذه الموازنة هي معمار كبير لإصلاح الاقتصاد العراقي، وأول مراحله هذه المرحلة، هذه هي المرحلة الأولى العام 2021. إذا نجحنا فيها في بناء هذا المعمار، كأننا نضع أساسات مهمة بالغة الأهمية لما سيعقب هذا العام من إصلاحات اقتصادية. وتحسبا لأي عمليات تلاعب أو تزوير في الانتخابات، أعلنت المفوضية إيقاف توزيع أكثر من 1,500,000 بطاقة إلكترونية قصيرة الأمد أصدرت من عام 2013 ولغاية 2018. بهدف ضمان نزاهة الانتخابات المبكرة ومنعا لاستغلالها، قرر مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات إيقاف توزيع أكثر من 1,500,000 بطاقة إلكترونية قصيرة الأمد. المفوضية أكدت أن البطاقات المشمولة بهذا القرار هي تلك الصادرة منذ عام 2013 ولغاية 2018، ولم يراجع أصحابها لتسلمها لغاية الآن. قرر مجلس المفوضين التوقف عن توزيع بطاقة قصيرة الأمد المطبوعة منذ 2013 ولغاية 2018، وذلك لعدم مراجعة أصحابها لاستلامها. طبعا هذه الخطوة هي لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحفاظا على صوت الناخبين. البطاقات المتبقية سيتم جمعها من مكاتب المفوضية في المحافظات وإتلافها بقرار من مجلس المفوضين، هذا فضلا عن حذف قاعدة البيانات الخاصة بها منعاً للتلاعب بها. تم الإعاز إلى جميع المكاتب الانتخابية في جميع المحافظات بإرسال هذه البطاقات القصيرة الأمد لتجميعها داخل مخازن مكتب المفوضية في بغداد مع حماية أمنية مشددة لضمان عدم التلاعب بها، وتم تجميعها وبانتظار قرار مجلس المفوضين الموقر بالصلاحية لها بإتلافها. وبحسب المفوضية فإن أصحاب البطاقات الملغية يتوجب عليهم مراجعة مراكز التسجيل لغرض إصدار بطاقة بيومترية من أجل ضمان مشاركتهم في الانتخابات المقبلة. من بغداد، محمد جبار، العراقية الإخبارية. مشاهدينا، نناقش هذا الملف مع نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية السيد محمد الغزي. مرحبا بك سيادتنا في نشرة الأخبار. بداية، الحكومة ألقت بالكرة كاملة في ملعب مجلس النواب وأعلنت استعدادها فيما يتعلق بالجوانب التنفيذية لإجراء العملية الانتخابية. ما الذي يتبقى لمجلس النواب من دور في هذا الموضوع؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أكيد العملية الانتخابية هي شراكة بين الحكومة بين السلطة التنفيذية ومجلس النواب وكذلك المفوضية. لا يمكن أن تجرى انتخابات بدون أن تتوافق هذه الأركان الثلاثة حتى يتم إجراء انتخابات آمنة وانتخابات نزيهة. المجلس النواب استكمل إجراءات التشريعية بتشريع قانون المفوضية العليا ابتداء، ومن ثم لحقه بقانون مجلس قانون انتخابات مجلس النواب حيث تم نشرهما في الجريدة الرسمية وأصبحوا نافذين. ومن ثم الحكومة طالبت بدعم المادي للعملية الانتخابية وخصوصا انتخابات مجلس النواب حتى تجري في موعدها المحدد في 6/6، طالبت بإصدار قانون توميل الانتخابات مجلس النواب العراقي. مجلس النواب
نفسه أيضا مع ملاحظاتي حول هذا القانون. كان هناك قبل فترة قانون تمويل العجز المالي، مع ذلك شرع هذا القانون حتى لا يكون عائق أمام أي عملية أو تعطيل العملية الانتخابية. تم تشريع قانون تمويل الانتخابات قبل حوالي شهر تقريبا، وتم أيضا نشره في الجريدة الرسمية. كمجلس نواب عراقي استكمل كافة الإجراءات، ما تبقى فقط هو المحكمة الاتحادية لا تتعلق بالإجراء الانتخابات، إنما نحتاج المحكمة الاتحادية بعد المصادقة أو بعد إجراء انتخابات المصادقة على نتائجها. نعم. طيب يعني سيادة النائب، ماذا تمثل خطوة مفوضية الانتخابات بإيقاف البطاقات الإلكترونية القديمة، وأيضا يعني هل أخذت المفوضية إجراءاتها الكاملة لتحديث بطاقات سجلات الناخبين، علما أن هنالك كانت فرق جوالة، هل ما زالت هذه الفرق الجوالة متواجدة؟ يعني شخصيا كلجنة قانونية وأنا شخصيا على تماس مع المفوضية، وأتواصل يكاد يكون أسبوعيا، يعني حتى مرات أكثر من اجتماع في الأسبوع، وخصوصا بموضوع البايومتري. معروف أنه قانون انتخابات مجلس النواب لم يشرع أو لم يلزم المفوضية بإجراء انتخابات بالبطاقة البايومترية، إنما ترك البطاقتين ممكن أن تستخدم في الانتخابات، لكن كبطاقة بايومتري هو مشروع وطني يعني بدأ به من مظهر في البطاقة القديمة. نعم. ما الضير في البطاقة القديمة؟ لا، الضير في البطاقة القديمة أنه لا توجد فيها حصانة، يعني لا يوجد فيها صورة، لا يوجد فيها طبعة أصابع، ولا يوجد فيها بصمة عين. البطاقة البايومترية الحديثة هي حديثة جدا، غير قابلة للتزوير نهائيا. كون المعلومات تدخل هي تدخل في سيم كارت وفي كود موجود في البطاقة، إضافة إلى أنه لا يمكن استخدامها من أي شخص ثاني. البطاقة القديمة ممكن تستخدم من أشخاص ثانيين، كونه يحمل هوية ثانية ممكن تعرض للتزوير. لذلك توجهت المفوضية في المفوضية السابقة والحالية استكمال التحديث البايومتري. أعتقد يعني اللقاء قبل أسبوع أو أكثر أنه سيكون تعاقد مع شركات رصينة لاستكمال طبع البطاقات. طبعا التحديث شيء وطبع البطاقات شيء ثاني. كانت الناس تعاني من موضوع الاستلام البطاقة، يعني تحدث بالبطاقة 4 أشهر أو 5 أشهر يلا تستكمل بطباعتها، وكانت الطباعة حتى خارج العراق. أنا ذاك أتصور يعني من كلام المفوضية أنه لديهم شركات قدمت عروض أنها تطبع البطاقة خلال أقل من شهر ممكن تسلم. لكن أيضا تبقى البطاقات القديمة قاعدة بيانات مهمة. لكن أستاذ محمد، الانتخابات المبكرة تعني أن يحل البرلمان نفسه، هذا حدد بالدستور بطريقتين، الأولى إلى الكتل السياسية أن تحل نفسها، والثانية إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وأنت تعرف ذلك جيدا. دعنا نتحدث عن الطريقة الأولى، ما مدى الاستعداد لدى القوى السياسية لأن تصل إلى مرحلة حل نفسها وحل البرلمان للدخول في العملية الانتخابية الجديدة؟ يعني خلنا نتفق ابتداء على أنه كل الكتل السياسية متفق على إجراء انتخابات. اليوم الشارع العراقي مطلبه الرئيسي هو إجراء انتخابات. المرجعية الدينية كانت في خطبها السابقة خطب الجمعة تؤكد على إجراء انتخابات مبكرة، فجو الانتخابات المبكرة أصبح هو قرار عام، يعني لا يمكن لمجلس النواب أن يعطل هذا القرار، والدليل أنه مجلس النواب شرع القوانين الخاصة بالانتخابات. ولا إذا ذهبنا إلى الانتخابات الدورية ما كانت حاجة إلى تشريع قانون انتخابات في هذه السرعة ونشره في الجريدة الرسمية. أتصور الجو العام هو كامل ومهيئ للانتخابات. الذي حصل خلال المدة الماضية جرى حديث عن قانون الانتخابات الذي تم التصويت عليه، وهناك حديث يعني لم يتحول إلى واقع حول إعادة تعديل بعض التعديلات على القانون، وهذا مؤشر. لا، أنا في أحد الاجتماعات مع المفوضية كانت بحضور الأمم المتحدة، فريق الأمم المتحدة كان حاضر، حتى فريق الأمم المتحدة قال أنه ممكن أن ننجح الانتخابات في هذا القانون مع وجود ملاحظات قانونية بسيطة لكن لا تعيق العملية الانتخابية، لا يوجد تناقض واضح كلش في فقرات هذا القانون. حتى المدة الدستورية لحل البرلمان نفسه قبل الانتخابات 2 شهر، 60 يوم. 60 يوم يعني يجب أن يحل مجلس النواب نفسه قبل 60 يوم حتى يعلن عن انتخابات مبكرة تعلن من قبل رئيس الجمهورية. السادس من نيسان ينتهي. يعني هو احنا نتكلم من ناحية قانونية نتكلم بها في كثير من القنوات الإعلامية، أنه موعد اللي أطلقه رئيس الوزراء 6/6 هو موعد للعرف العام، أما من ناحية القانونية فهو ليس من صلاحية رئيس الوزراء أن يحدد موعد الانتخابات المبكرة، الصلاحية حصرية لرئيس الجمهورية بتحديد وإعلانها، ما نص عليه الدستور. يعني لا أتذكر نص المادة بالضبط، لكن الدستور بعد الطريقتين، الطريقة الأولى بطلب من ثلث الأعضاء ومن ثم تصويت مجلس النواب وطلب يعني مشترك. إذا وافق رئيس الجمهورية على الموعد المقدم من قبل رئاسة الوزراء يعتبر موضوع دستوري، ماكو مشكلة. لكن أعتقد في الوقت الحاضر اليوم يعني ظهرت حاجة جديدة لاستكمال انتخابات، وخصوصا الحلقة المفقودة بالركن التنفيذي اللي هي مجالس المحافظات، تم حلها من مجلس النواب العراقي سابقا.
لكن الدستورين هي موجودة في مجلس النواب. تم إنهاء عمل مجالس المحافظات السابقة بكون تجاوزوا مدتهم على أن تجري انتخابات، كان المقرر أن تجري انتخابات في شهر نيسان. هذا المطلب لجميع الكتل السياسية أم مطلب فقط لتحالف السائرون؟ لا لا لا، المطلب هو لأغلب الكتل السياسية أن تجري انتخابات، أولا ضغطا للنفقات. أتصور بعض الكتل وضعت شروطا مسبقة، شروطا يعني ينظر إليها على أنها محاولة تعجيزية لمنع الانتخابات، كالحديث عن توفير البيئة وضمان النزاهة والتشكيك المسبق بالعملية الانتخابية. احنا اليوم راح نجري عملية انتخابات، تتصور والمعروف يعني أنه انتخابات مجلس النواب هي أخطر من انتخابات مجالس المحافظات من ناحية الحساسية السياسية، من ناحية تأثيرها على الجو السياسي، ومن ناحية تأثيرها على تشكيل الحكومة والوضع السياسي العام للبلد. إجراء انتخابات مجالس المحافظات مع مجلس النواب في نفس اليوم، أولا سيوفر كلفة مادية كثيرة، يعني تكلفة الانتخابات البرلمانية تكلف بحدود 329 مليار دينار. طيب يعني في حال تأخرت الموازنة يعني ولم يتم إقرارها بالموعد المحدد، يعني كيف سيتم التصرف حينها؟ لا، موضوع المال تقريبا حل في قانون التمويل، يعني تم تخصيص مبلغ 329 مليار دينار بقانون خاص، والقانون يبقى نافذ لحين إجراء انتخابات لا تعلق بالموازنة، وليس له مدة يعني محدد بسقف زمني، السقف الزمني محدد له بإجراء العملية الانتخابية. حتى كان في لقاء مع المفوضية أنا سألتهم شخصيا هل إمكانية إجراء انتخابات في نفس اليوم؟ أجابوا أنه يجوز أو ممكن إجراء انتخابات في نفس اليوم، لكن يحتاج تعديل على جدول الزمني للعملية الانتخابية، هذا الذي تضعه المفوضية حتى يحدد فيه موعد الانتخابات. طيب أستاذ محمد، أنت أشرت إلى أن البرلمان أكمل جميع الإجراءات القانونية المتعلقة به، لكن بقي الإجراء الأهم الذي من دونه تبقى العملية الانتخابية بلا أي قيمة، وهي الجهة المصادقة على نتائج الانتخابات، المحكمة الاتحادية. اليوم يدور الحديث على جزئين، الأول متعلق بالقانون ككل، والجزء الآخر متعلق بفقرة واحدة ثالثا من المادة 30 لعام 2005 بتعديلها من أجل المضي بالانتخابات. إلى ماذا توصل البرلمان؟ يعني اللجنة القانونية متوصلة إلى القانونين في نفس الوقت، مشروع القانون المحكمة الاتحادية الكامل اللي هو الأصلي المرسل من الحكومة، أيضا تم وضع أغلب الصيغ النهائي لمواده، لكن عقبة الرئيسية فيه معروفة، هي حتى لا يحتاج إلى تكرارها مرة ثانية، أنه تحتاج موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، والموافقة الثلثين ليس حضور ثلثين، يعني البعض يشتبه أنه ممكن حضور ثلثين هي كافية، لا، موافقة ثلثي على كل فقرة من فقراته. هذا موضوع نص دستوري أتصور فيه تعجيز بالوقت الحاضر، وخصوصا أنه الوضع السياسي للبلد يعني لا يمر بصورة صحيحة وصحية حتى تستطيع تمرير قانون المحكمة الاتحادية الأصلي. أنا شخصيا كنت أتمنى أنه يمرر في بداية الدورة، لكن الظروف لم تسمح آنذاك. فالخيار الثاني هو الأسلم والأصر طريق في الوقت الحاضر، هو تعديل الأمر 30 وهذا متضمن بتمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب. يعني أتصور أنه في في قانون الموازنة أو فترة الشهر هذا سيتم التصويت على الأمر 30 سنة 2005 والمادة الخاصة بإكمال نصاب المحكمة الاتحادية فقط. سيد محمد الغزي نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي وصول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 إلى البرلمان. هذا وكان مجلس الوزراء قد صوت في جلسة الأسبوع الماضي على قانون موازنة العام المقبل. وفي سياق متصل، أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر واحد، وقال الحلبوسي أن قرار التمديد جاء لإكمال العديد من التشريعات المهمة للمدة المقبلة، ومن ضمنها مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021. هذا ويبلغ حجم موازنة العام المقبل نحو 164 تريليون دينار، وتشير نسخة قانون الموازنة المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب إلى أن حجم الإيرادات بلغ أكثر من 93 تريليون دينار، مع احتساب سعر برميل النفط بقيمة 42 دولارا وبمعدل تصدير يبلغ 3,250,000 برميل يوميا، من ضمنها 250,000 برميل يوميا من كميات
النفط المنتج من إقليم كردستان على أساس سعر صرف بلغ 1450 دينارا للدولار، فيما بلغ عجز الموازنة أكثر من 71 تريليون دينار. موازنة 2021 ب 164 تريليون دينار، حجم إيراداتها بلغ أكثر من 93 تريليون دينار، واحتساب سعر برميل النفط ب 42 دولارا بمعدل تصدير يبلغ 3,250,000 برميل يوميا، بضمنها 250,000 برميل يوميا عن كميات النفط المنتج من إقليم كردستان على أساس سعر صرف بلغ 1450 دينارا للدولار، أما عجزها فتجاوز 71 تريليون دينار. لا تمرر بكامل تفاصيلها ولا بنودها التي أتت بها الحكومة بحسب نواب، خصوصا تلك التي تتعلق برواتب الموظفين. رواتب الموظفين خط أحمر، زملائنا النواب لن يمرروا موازنة تقوم على استقطاع رواتب الموظفين، صغار الموظفين نقصد. نحن مع استقطاع جزء من رواتب كبار مسؤولي الدولة، موظفين الدرجة الأولى. صار اتفاق شبه مبدئي على أن يكون أقل راتب قيمته هو اللي لا يتم استقطاع منه أعتقد 1.5 مليون أو 1.25 مليون، يعني أقل راتب ممكن أنه ما يستقطع منه. على حصة الإقليم في الموازنة ما تزال الحوارات جارية، اتفاقان مبدئيان بين الطرفين، إما تسليم الإقليم 250,000 برميل يومياً و50% من واردات المنافذ الحدودية مقابل تسليم الحكومة الاتحادية 330 مليارا لكل شهر، أو تسليم الإقليم كامل النفط المستخرج مقابل إرسال الحكومة الاتحادية حصة الإقليم كاملة. اتفاق الثاني أيضا بأن يسلم الإقليم كل النفط المستخرج من إقليم كردستان، وعبارة عن 460 ألف برميل و50% من واردات المنافذ الحدودية، على أن ترسل الحكومة الاتحادية حصة الإقليم كاملة أي 900 مليار شهريا. فيبقى هذا في الطبقة السياسية المتمثلة في مجلس النواب، أي آلية من هذه الآليتين من حيث المضمون لا يختلف، ولكن من حيث الشكل ممكن هناك اختلاف طفيف من حيث الشكل. وتستعد اللجنة المالية النيابية لدراسة مفصلة لبنود الموازنة ومعالجة ثغراتها إن وجدت، فيما تدعو الحكومة إلى إدراكها صعوبة اللجوء للاقتراض مرة أخرى وإيجاد البدائل والعمل على تعظيم الموارد خلال المدة المقبلة لتفادي تكرار أزمة الرواتب. علي الأحمد، العراقية الإخبارية، بغداد. مشاهدينا، معنا عن هذا الموضوع ينضم عبر سكايب عضو اللجنة المالية النيابية ناجي السعيدي. سيادة النائب، أهلا بك. بداية، الآن الموازنة لديكم، هل مدة الشهر التي أعلن عنها السيد رئيس البرلمان كافية، أم سنكون أمام تمديد آخر لتمرير الموازنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحيات لكم مشاهديكم الكرام. أعتقد أن مدة الشهر التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب هي كافية لإقرار قانون الموازنة، إقرار مسودة قانون الموازنة من حيث القراءة الأولى والقراءة الثانية والتصويت على هذا القانون، وإجراء كافة التعديلات الهيكلية التي ممكن إجراءها على هذا القانون بما يخدم الطبقات الفقيرة والمعدومة من الشعب العراقي. ومدة الشهر جدا كافية، وإن شاء الله خلال هذه الفترة وقبل نهاية هذا التبديل يتم التصويت على قانون موازنة عام 2021. طيب، يعني بعد نظرة أولية على مشروع الموازنة، يعني ما هي المواد التي تعتقد أنها ستكون مثار جدل داخل المجلس؟ يعني أولا، قانون الموازنة هو خطة تنموية سنوية مالية، إدخال بعض القوانين التي لا علاقة لها بالموازنة وتكرارها خلال السنوات السابقة والسنة الحالية هذا شيء غير صحيح بالمطلق، نؤشر عليه جدا. كالمادة التي أصدمها في عام التي تنصف 14 يحق الخاص شرع القطاع العام القوانين النافذة، هذا شيء غير صحيح. يجب أن يكون هناك قانون
يتكلم عن المنشآت الحكومية، عن الدوائر الحكومية، عن طريقة استثمارها أو بيعها. إدخال هذا النوع قانون غير صحيح، وبالتالي هذه قضية استقطاع من رواتب موظفين الدولة العراقية الآلية والطريقة هي غير صحيحة وغير مالية وغير اقتصادية، ومرفوضة من قبل المختصين في مجلس النواب العراقي والإدارة المالية، على اعتبار إحنا اليوم عرضنا الراتب الحقيقي الدخل الحقيقي للموظف العراقي إلى تخفيض من خلال تخفيض قيمة العملة العراقية الحقيقية. يمكن نعرضه إلى سقف ثاني هذا التخفيض. قضية الضريبة على الراتب الكلي أيضا غير صحيح مطلق إجراءات ذاتها، وبالتالي كثير من المواد تحتاج إلى هيكلة، كثير من المناقلات، دعم البطاقة التموينية بالمناسب البطاقة التموينية السابقة يعني للمبلغ اللي كان 1 تريليون أو 2 تريليون ممكن يحول إلى 6 أو 8 تريليون دينار عراقي، هذا يعتبر دعم للطبقة الفقيرة والكادحة من الشعب العراقي. طيب يعني سيادة النائب، كيف سيتعامل إذا مجلس النواب وخاصة اللجنة المالية مع الأرقام الواردة في قانون الموازنة بشكل عام والعجز بشكل خاص؟ يعني قضية العجز الموجود في الموازنة العامة هو عجز مبالغ فيه، وهو غير عجز غير حقيقي بالمطلق. هذا العجز هو عجز وهمي. كثير من الموازنات تم تحديد هذا العجز وبالتالي اختفى في نهاية السنة. يعني الآن في سنة 20 مقدار الإنفاق الفعلي بالدولة العراقية لم يتجاوز 80 تريليون دينار عراقي. يعني ما هو الأثر الذي سيحصل عليه الشعب العراقي من رفع الموازنة من 80 إلى 160 أو 164 تريليون دينار عراقي؟ أعتقد هذه مبالغ مبالغ فيها، سيتم إعادتها بمطلق إعادة هيكلة الموازنة. لا يمكن لموازنة أن تحمل هذا المبلغ الكبير جدا المبارك فيه والذي لم تحصل عليه من سنة 2003 إلى هذه اللحظة، لم نصل إلى موازنة 164 تريليون دينار عراقي يتضمن استقطاع رواتب موظفين الدولة وفرض ضريبة والذهاب نحو الحلول السهلة باستهداف الطبقات المتوسطة أو طبقات فقيرة الدخل. بالتالي كل هيكل الموازنة سيتم إعادته برؤية اقتصادية مالية عراقية، لا برؤية صندوق النقد الدولي اللي تم فرضها في موازنة عام 2020. طيب يعني هل وضعت اللجنة المالية النيابية تصورا مسبقا لتعديل بعض فقرات الموازنة التي تراها يعني غير مناسبة؟ هل هنالك أيضا توافق على هذه التعديلات؟ أعتقد اليوم أكو رؤية داخل مجلس النواب العراقي بصورة عامة وليس في داخل اللجنة المالية من أجل تعديل بعض يعني بعض مفاصل الموازنة العامة، تخفيض العجز بشكل كبير جدا بحيث لا يتجاوز 15 أو 20 تريليون دينار عراقي، تقليل بعض النفقات الغير ضرورية في الرأسات الثلاث، استهداف الرأسات الثلاث بشكل أكبر ومختصاتهم وموازنتهم، وذهاب هذه الاستقطاعات البطاقة التموينية دعم البطاقة التموينية، مراجعة بعض الفقرات اللي ممكن تعظم الإيرادات العامة للدولة العراقية والتي لم تعمل عليها الحكومة. بالتالي أكو رؤية عامة عند مجلس النواب اليوم لدعم الطبقات المتوسطة الدخل فقيرة الدخل والتوجه نحو الطبقات التي تعاني التي يعني تحصل على مبالغ مالية كبيرة جدا. طيب هنالك اجتماعات مكثفة عقدتها الحكومة مع القوى السياسية، هل تتوقعون تمرير الموازنة بسهولة أم ستأخذ وقتا أطول؟ أعتقد الموازنة إذا تم دراستها دراسة حقيقية من قبل اللجنة المالية وإن شاء الله عازمون على هذا الأمر بالشكل الذي يخدم أبناء الشعب العراقي وأن توجه الموازنة نحو الطبقات المستحقة لهذه المبالغ المالية، أعتقد لا توجد أي قوة سياسية تعارض الشيء، ومن حق اللجنة المالية ومجلس النواب العراقي إجراء التعديل اللازم حسب قانون الدستور العراقي بما يراه مناسبا. طيب لكن يعني سيادة النائب، نحن نتحدث عن شهر واحد، يعني هل سيكون كافيا يعني أنه الكتل السياسية توافقت إلى هذه الدرجة لكي يتم يعني التمرير الموازنة؟
يعني مدة دوام اللجنة المالية في الموازنة السابقة وأنا كنت حاضر فيها يبدأ من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 12 بعد منتصف الليل، وبالتالي اللجنة المالية سوف تخرج من مجلس النواب العراقي وتجلس في مكان خاص في تابع في دار ضيافة رئاسة الوزراء، هذا ستبقى لك. طيب يعني هنالك اجتماعات يعني مكثفة يعني عقدت الحكومة مع القوى السياسية كما ذكرت قبل قليل، هل ستمرر الموازنة خارج البرلمان؟ سيادة النائب، إذن يبدو أن هنالك خللا. عضو اللجنة المالية النيابية ناجي السعيدي، شكرا جزيلا لك. في ملف جائحة كورونا، سجلت وزارة الصحة 1013 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جميع محافظات البلاد. الوزارة في موقفها الوبائي اليومي أكدت تماثل 1487 حالة للشفاء، في حين بلغ عدد حالات الوفاة 9 حالات خلال 24 ساعة الماضية. وزارة الصحة نفت وجود إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، مؤكدة أن الأخبار التي تحدثت عن ذلك غير صحيحة. وزير الصحة حسن التميمي أكد التعاقد مع شركات عالمية لإدخال مختبرات متخصصة بكشف السلالة الجديدة. وزارة الصحة تنفي تسجيل أي حالة إصابة بسلالة جديدة من كورونا، لكنها تحذر من مخاطر عدم الالتزام بالوقاية وإجراءاتها الأخيرة، خصوصاً مع دخول موجات برد في عموم مناطق البلاد. لدينا تنسيق مع منظمة الصحة العالمية لإرسال بعض النماذج، وكما تعلمون العراق الآن لأول مرة راح يدخل مختبر أو مختبرات متخصصة، الأول في مدينة الطب والثاني في مختبر الصحة المركزي. تم التعاقد مع شركات عالمية متخصصة لإدخال هذه التقنية لتحديد سلالات هذه الفيروسات، وهذا راح تعتبر العراق يمكن من أول البلدان في الشرق الأوسط الذي يدخل هذه المختبرات، ولكن ما زلنا اليوم لم نسجل أي حالة كما يشاع بالعراق. ورغم الجهود الاستثنائية التي تبذلها وزارة الصحة لإحكام السيطرة على الموقفين الوبائي والعلاجي بشأن كورونا فيروس، إلا أن التزام المواطنين يعد العامل الأساس في معادلة نجاح عبور الجائحة وتسجيل مستوى متميز بين دول العالم. تكثيف حملات التحري عن الأطفال، لأنه حسب المعلومات التي وردتنا عن هذه السلالة بأنه هناك زيادة في نسبة الإصابة بالأطفال، والآن حوالي جاي نصل إلى بين 15 إلى 17 ألف فحص يوميا فقط في الأطفال المدارس خاصة، ولحد الآن نسب الموجبة من هذه الفحوصات قليلة جدا لا تزيد عن 1%. إذا نسبة معتد بها من المجتمع التزمت حقيقة بهذه التوصيات خلال مدة زمنية قصيرة سوف نتمكن من احتواء الإصابات، لا أقول أنه نقضي على الفيروس نهائيا، لكن نحتوي الإصابات ونقلل أعداد الحالات التي تصاب بشكل يومي. وتوضح وزارة الصحة أن أي إجراء توصي به ويقر من مجلس الوزراء بما يخص الفيروس المستجد هو من مصلحة المواطنين الذين تعدهم الوزارة بخدمات طبية مميزة في قريب الأيام. من بغداد ياسر عامر، العراقية الإخبارية. حول أبرز تطورات جائحة كورونا وسلالتها الجديدة ينضم إلينا المتحدث باسم وزارة الصحة دكتور سيف البدر، مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير. بداية، عدد من الدول أعلنت وجود إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا، ما هي إجراءات وزارة الصحة حتى هذه اللحظة؟ شكرا جزيلا، تحية لك وللمشاهدين الكرام، ونشكر شبكة الإعلام العراقي بكل أذرعها على تعاونها المستمر وتواصلها مع وزارة الصحة في نقل المعلومة ورسائل التثقيف والتوعية الصحية. سيدي الكريم، منذ اللحظة الأولى لظهور هذه السلالة وإعلانها رسميا دخلت وزارة الصحة بخلية أزمة مفتوحة لحد الآن، واجتماعات تنعقد بشكل مستمر لتقييم الموقف واتخاذ الإجراءات الاحترازية التي من شأنها منع ظهور هذه السلالة في العراق أو تأخير ظهورها إلى أكبر مقدار ممكن،
وكانت هناك عدة اجتماعات مع الفنيين والاختصاصيين في هذا المجال يرأسها السيد وزير الصحة والبيئة، ورفعت التوصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وإلى مجلس الوزراء، وتم اتخاذ عدة إجراءات من شأنها إن شاء الله أن تحتوي الإصابات لا سمح الله في حال ظهورها. أهم الإجراءات هي مع اقترابنا من أعياد رأس السنة هو موضوع تحديد الحركة مساء بالنسبة للمحلات العامة، يعني المولات، النوادي، المطاعم وغيرها. أيضا التأكيد على موضوع المدارس، كانت هناك نقطتان مهمتان حول موضوع المدارس والتأكيد على التزام المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية، لأن تعرف حضرتك المعلومات الأولية الواردة عن السلالة الجديدة أنها تمتلك قدرة أكبر على الانتشار، وهذا تحدي خطير. ثانيا بعض التقارير كما تفضلتي أشارت إلى أنها من الممكن أن تنتقل في الفئات العمرية الأصغر، وأنتم تعرفون أنه يعني نادرا ما أصيب أطفال عندنا، حتى حالات وفاة تكاد تكون معدومة، لكن هذه السلالة حسب التقارير الواردة من الممكن أن تصيب هذه الفئات، وهذا تحدي خطير أيضا. نحن قبل ظهور هذه السلالة عندنا مشكلة دخولنا في موسم الشتاء وانخفاض درجات الحرارة خصوصا خلال أيام قليلة الماضية، هذا أيضا حذرنا منه وأكدنا على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة والاهتمام بالنظافة. لكن الذي حصل خلال انخفاض الحرارة خلال الأيام الماضية هو انخفاض بنسبة الإصابات، هذا نعم هذا أمر موضوع جيد يعني. هذا أمر جيد، وتفسيره المنطقي والعلمي هو زيادة القدرات التشخيصية والعلاجية للوزارة بشكل ملحوظ وقياسي خلال الأشهر القليلة الماضية. يعني احنا خلال أشهر قليلة زودنا 14,000 سرير لعلاج مرضى كورونا، الفحوصات وصلنا لأرقام قياسية، وصلنا ل 40 و 45,000 كل 24 ساعة، من مختبر إلى 70 أو 80 مختبر مستمر بزيادة. وضعنا الوبائي ممتاز بشكل عام نسبيا، إذا قارنا بدول العالم ودول المنطقة احنا نسب الشفاء عندنا عبرة 90 و 91%، وفي صعود مستمر. نسب الوفيات انخفضت إلى حد بعيد. الإصابات بشكل عام إذا نشوف المنحنى خلال أشهر راح نشوف انه اكو هبوط واضح، لكن هذا لا يعني ابدا، احنا ما نريد نخوف الناس، لكن احنا نريد نكون موضوعيين ومهنيين. لم نتعدى دائرة الخطر لا في العالم ولا العراق، احنا نشوف البلدان الاوروبية شنو اللي دا يصير بها. ولذلك الانخفاض في اعداد الاصابات وتحسن الواقع الوبائي هذا نتيجة جهود وتضحيات كبيرة من وزارة الصحة وملاكاتها، لكن هذا لا يعني ابدا ان نتهاون في تطبيق التوصيات الوقائية اللي هي نفسها بالمناسبة. احنا الناس تسأل سلالة جديدة، هي نفس التوصيات بالنسبة للفيروسات التنفسية واللي هي أمور بسيطة، ثلاث حكايات دائما احنا نكررها حتى الناس تحفظها: البس كمامة، تباعد اجتماعي، اغسل ايدك. هاي الأمور البسيطة إذا التزم بها نسبة معتد بها من المجتمع العراقي خلال فترة قريبة نستطيع أن نحتوي الإصابات إن شاء الله، وهذا يعتمد على وعي المواطن. طيب اليوم ذكر السيد الوزير أنه تم التعاقد مع شركات يعني لإدخال مختبرات جديدة خاصة بهذه السلالة، طيب هل المختبرات الآن الموجودة حاليا تستطيع أن تحتوي هذا الفيروس الجديد؟ هو حتى أوضح يعني باختصار، إحنا المختبرات كأجهزة هي موجودة، لكن تعرفين حضرتك خلي نرجع بداية ظهور كوفيد-19، السلالة الجديدة اللي كانت السلالة السابعة يعني التسلسل الجيني، الكت الخاص أو عدة الفحص الخاص بها، يعني هي خاصة بها دول قليلة بالعالم اللي وصلت لها، فبمجرد أنه تم تصنيعها استوردناها في أول فترة وامتلكنا القدرة لتشخيص هذا العلاج. الآن بعض المختبرات كما أعلن السيد الوزير مبدئيا مختبر الصحة العامة المركزي والمختبرات التعليمية مبدئيا سوف تتمكن من تشخيص هذه السلالة داخل العراق، وما نحتاج المختبرات المرجعية يعني الإقليمية اللي تابعة لمنظمة الصحة العالمية أو غيرها، راح يكون عندنا قدرة على تشخيص هذه السلالة، وهذا أمر طبيعي لأن هي سلالة جديدة، دول قليلة جدا في العالم تتمكن في البداية من تشخيصها إلى أن يتم اعتماد الفحص في مختبراتنا إن شاء الله. طيب دكتور، نتحدث عن اللقاح والموافقة على أخذ اللقاح بالحالات الطارئة، حتى قبل موافقة يعني منظمة الصحة العالمية وأيضا يعني المختبرات أو الجهات الدولية المعنية بإنتاج اللقاح، هل تعد المخاوف من السلالة الجديدة حالة طارئة تستوجب الإسراع بالموضوع؟ نعم، كما كان الإعلان المهم بعد اجتماع الهيئة الوطنية لانتقال الأدوية أنه تم اعتماد اللقاح الذي أنتج لكوفيد-19 من شركة فايزر بشكل طارئ. تعرف حضرتك هو ظرف غير اعتيادي يحتاج إجراءات غير اعتيادية، لأن احنا كل هاي قصة كورونا والسلالة الجديدة أو ما سيأتي لاحقا هي كلها ما صار سنة،
فاعتيادي نحتاج إلى إجراءات غير اعتيادية حتى نتماشى مع التطورات الكبيرة وحتى نتمكن من حماية شعبنا وناسنا من هذا الموضوع. فصار اعتماد من لجان علمية، لجان استشارية اللي هم يعني علماء في هذا المجال من داخل وخارج وزارة الصحة، اللي هم يقررون على أي فقرة علاجية مهما كانت بسيطة لا تدخل للعراق ولا يرخص استخدامها إلا بعد أن يصير اجتماع لهذه اللجان انتقال أدوية وتقرر هذا الموضوع. فاللي صار هو إعلان رسمي بعد مداولتهم في هذه القضية وأعلن هذا الموضوع اعتماد فايزر. نقطة جدا مهمة سيدي الكريم، أننا لن نعتمد فقط على فايزر، لازلنا جزءا أساسيا من التحالف الدولي للقاحات. الفكرة أنه تصير مرونة في توريد اللقاحات، أنه إحنا ما نعتمد على منشأ واحد، لكن الأكيد اللي نأكده بشكل أساسي أن كل اللقاحات التي اعتمدت والتي سوف تعتمد هي من مناشئ عالمية رصينة وخاضعة للمعايير العلمية. طيب يعني أستاذ، يعني هل من الممكن أن تكون هنالك حملات للتفتيش عن السلالة الجديدة بين الأطفال بالأخص في المدارس؟ يعني هل ممكن اكتشافها قبل أن مثلا تكون هنالك عدة إصابات؟ يعني احنا جزء من عملنا آلاف الفرق تتابع مع المدارس، هذا سريع الانتشار بين الأطفال يعني. نعم، نرصد بشكل عام سواء كان هذه السلالة أو غيرها، نرصد أي حالة في مراحلها الأولى بالنسبة للطلبة أعزائنا التلاميذ والطلبة أو الملاكات التدريسية أيضا ما ننساهم في المدارس الحكومية والأهلية، ونحاول أن نكتشف الحالة في مراحلها الأولى ونحتويها ونبحث عن الملامسين سواء كانوا في المنزل أو داخل المؤسسة، ونقرر بعض الإجراءات التي قد تصل إلى التعفير أو الغلق لمدة أسبوعين التعليمات اللي أعلنتها الوزارة. نعم، جزء من واجباتنا بالتنسيق مع الجهات الأخرى هو البحث عن الحالات المشتبه بإصابتها والتأكد من كونه مصاب أو لا، ومع التواصل مع مختبرات المرجعية في داخل المحافظات ومختبر الصحة العامة المركزي. طيب دكتور، اللقاح الذي تعاقدتم عليه ولقاحات أخرى أيضا يعني أثبتت بالدراسة جدارتها في ما يتعلق بفيروس كورونا. نعم، المستجد، ماذا عن السلالة الجديدة؟ وهذا يتساءل عنه. سؤال مهم جدا. المعلومات الأولية الواردة تؤكد أن اللقاح المعتمد فايزر فعال على كلتي السلالتين. طيب الآثار الجانبية كل علاج بالمعنى العام إلى أعراض جانبية، من الممكن أن يولد حساسية وغيرها، لكن هي تبقى نسبة قليلة جدا، تصير 1 بالـ10,000 1 بالـ100,000، وهذا الأمر طبيعي. بالنسبة للقاح اللي وقعت عليه الوزارة هو لقاح آمن وفعال. نعم. دكتور سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا، هلا أخواتي. منذ 7 أشهر يواصل خريجو كلية العلوم الاعتصام أمام وزارة الصحة والبيئة للمطالبة بتعيينهم على حركة الملاك الدائم وشمولهم ضمن تعيينات موازنة عام 2021 لكونهم مشمولين بقانون التدرج الطبي. 7 أشهر مرت على اعتصام خريجي كلية العلوم أمام وزارة الصحة مطالبين بتعيينهم على حركة الملاك الدائم رغم شمولهم بقانون التدرج الطبي، ويمثلون أكثر من تخصص وفق ما يحتاجه القطاع الصحي. منتظرين تطلع الأسماء حتى نباشر باقي الدوائر اللي تابعة لوزارة الصحة، لأن قالوا حسب ما أنه بالموازنة أن نسبة بالاقتراض وأن نسبة أيضا بالتعيين المركزي. هاي كل اختصاصاتنا موجودة بوزارة الصحة، يعني كان في قبل 2003 خريجين كليات العلوم يتعينون في الصحة حصرا باعتبار إحنا أن قانون، بعد 2003 صار هناك أكو كليات أهلية وهاي فهم هملت العلوم. وجود تدرج وظيفي واضح لهم في وزارة الصحة بعد التعديل الثالث قانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000 الذي تم تصويت البرلمان عليه وكذلك نشره بجريدة الوقائع بعد مصادقة رئيس الجمهورية. خططا استراتيجية في موازنات 2021 أسوة بأقرانهم من الشرائح المتخرجة، فيما أكد أعضاء في لجنة الصحة النيابية أن هناك التفاتة لطلباتهم والوعود بالتعيين. وعدونا بشغلات إيجابية جدا بخصوص تعييناتهم، هناك أكثر من 70,000 درجة وظيفية في موازنة 21، إن شاء الله سنعمل على إقرارها بأسرع وقت، خلال شهر إن شاء الله نقر هذه الموازنة. إحنا بنات نطلع
من الصبح يوميا ما نرجع للظهر للعصر، شنو ذا نبني؟ هم عوائلنا معدلاتنا عاليه، بغداد ومحافظات من كل المحافظات احنا نجي. احنا اختصاصنا كيميائيين، يعني شغلتنا احنا هالفيروس هسه بعازتنا، يعني شنو السبب غير اختصاص تحوله كيمياء واحنا كاختصاص عايفيننا بالشارع صار لنا 8 اشهر. الخريجون تكررت تظاهراتهم وحراكهم السلمي للمطالبه بالتعيين المركزي. تتواصل احتجاجات متظاهري الجامعات المطالبين بالحقوق والتعيين لما لهم من دور فاعل في بناء الوطن حسب رأيهم. من بغداد، محمد العيداني، العراقية الإخبارية. مخلفات البناء والنفايات التي ترمى بشكل عشوائي في شوارع العاصمة بغداد تمثل واحدا من المشاهد غير الحضارية التي انتشرت بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة. وزارة الصناعة والمعادن وجدت حلا لهذه الظاهرة من خلال تحويلها إلى مواد تدخل في صناعات متعددة ترفد قطاعات الكهرباء والنفط وأمانة بغداد. صور غير حضارية تلك التي شوهت شوارع بغداد وأطرافها إثر مخلفات البناء والنفايات ترمى بشكل عشوائي في أقرب مكان، ما سبب بالنتيجة خطرا واضحا بيئيا واجتماعيا. هاي المشروع واحدة من المشاريع اللي هي إعادة تدوير النفايات، ممكن نوصل به إلى حلول، مثلا أنه تصير النظافة 100% لأنه النفايات راح تعادة تدويرها، راح نوفر كومة فرص هواي فرص للشباب لعمل وكذا، وأيضا نحاول على إعادة تحسين البيئة. هذه المخلفات حولتها وزارة الصناعة والمعادن لمواد تدخل في صناعات متعددة أبرزها الطاقة والبناء بعد معالجتها وإعادة تدويرها بجهد هندسي وفق أحدث الأنظمة المعمول بها. هذه المصانع هي تعتبر من المصانع الرائدة في وزارة الصناعة وتدخل في موادها الأولية هي مادة السكراب. السكراب هو المادة الأولية في تشغيل هذه المصانع التي تدعم وزارة الكهرباء ووزارة النفط وأمانة بغداد. وإذا ما أعيدت الحياة إلى مختلف معامل إعادة تدوير المخلفات فإن الطائل الاقتصادي من هذه العملية ستكون مردوداته إيجابية من حيث الإفادة من المواد الأولية وتشغيل الأيدي العاملة. أضرار بيئية تلحقها المخلفات والنفايات في الأماكن العامة وسط إهمال الجهات المعنية لها، ما يجعل مصانع تدوير تلك النفايات والاستفادة منها كمشاريع استثمارية ضرورة ملحة بيئيا واقتصادية. من بغداد، سجى جاسم، العراقية الإخبارية. بهدف القضاء على ظاهرة المخدرات تمكنت الأجهزة الأمنية من تفكيك 169 عصابة تتاجر بالمواد المخدرة، فيما نفذت فرقة الرد السريع عمليات استباقية استهدفت أبرز أوكار تجار المخدرات أسفرت عن إلقاء القبض على أكثر من 70 تاجرا وقتل 3 آخرين في أكبر تجار المخدرات. جهد أمني واستخباري مكثف لمكافحة تجارة المخدرات تنفذه الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، والتي أكدت وبلغة الأرقام تفكيك 169 عصابة تتاجر بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مشيرة إلى استمرار عملية القضاء على هذه الآفة الخطيرة. ما يخص نشاطات هذه المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت من تفكيك 169 عصابة، وأيضا ما يخص المضبوطات من المخدرات على مستوى الحشيشة 213 كيلو، على مستوى الأفيون 7 كيلوات و465 غرام، الكريستال تجاوز 72 كيلو غرام، والمؤثرات العقلية نتكلم عن مئات الآلاف من الحبوب إضافة إلى حبوب والكبتاغون وأيضا بأرقام كبيرة. فيما نفذت فرقة الرد السريع عمليات استباقية استهدفت أهم أوكار عصابات تجارة المخدرات، ونجحت في مصادرة كميات كبيرة من المواد المخدرة وإلقاء القبض على أكثر من 70 تاجرا بهذه المواد الممنوعة إضافة إلى قتلها 3 تجار مخدرات. مصادرة كميات كبيرة من المواد المخدرة تجاوزت أكثر من 150 كيلو مواد مخدرة إضافة إلى الآلاف من الحبات المخدرة، وإلقاء القبض أعتقد يعني تجاوزنا اليوم على المخدرات أكثر من 70 إلى 80 مذكرة قبض تخص المخدرات، قتل
تقريبا 3 الآن من تجار المخدرات، وكبار المخدرات يعني تجار المخدرات اليوم تم إلقاء القبض عليهم، وما زالت يعني فرقة الرد السريع واستخبارات الرد السريع اليوم تطاردهم ونتابعهم. وتشير تقارير عن زيادة نشاط مافيات تجارة المخدرات في العراق في وقت شرع مجلس النواب العراقي قانونا لمكافحة المخدرات، نصت المادة 27 منه بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد بحق كل من يستورد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. من بغداد، حسام التميمي، العراقية الإخبارية. مشاهدينا، قبل الختام تذكرون بالعناوين. خلال لقائه الكاظمي، وزير الطاقة الإيراني يعد باستئناف ضخ الغاز بشكل عاجل ويعلن ترحيب بلاده بجهود التصدي للسلاح. هذه الموازنة هي معمار كبير لإصلاح الاقتصاد العراقي وأول مراحله هذه المرحلة. بعد وصولها إلى البرلمان، مجلس الوزراء يعتبر الموازنة بداية الإصلاح الاقتصادي، ومجلس النواب يمدد فصله التشريعي للتصويت عليها.